اي ختانه، اي سبوع، اي تلاق، اي جواج، المهم في الماء كانت شي حفله كتلقاها فيها كتشطح. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عاوتاني فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خلوا لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وإلا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه اشترك في القناه، فعل معاك الجرس باش الا كانت شي حاجه جديده توصلك حتى الاول. وبالرجوله الخوت شويه ديال التفاعل، تفاعلوا مع الفيديو اللي تنحط، وخليو لي التعليق الزوينه ديالكم، كتبوا اي حاجه بغيتو، المهم هو تخليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلاه نبدا. هذه شي درم فيا دوره غدا تمشي؟ ها يلا تعرفني الغدا، طلعي بشويه طلعي. اش فين نحط رجلي هنا؟ لا 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 دابا شحال من واحد فيكم الا قلت ليه هاد خيتي هادي راه ماشي حقيقيه ما غيتيقنيش؟ حق الله العظيم الا هاد خيتي هادي راه ماشي حقيقيه، هاديك مصنوعه غير بالذكاء الاصطناعي ومسمينها كنزة. الا شفتيها دابا انت غتقول هادي راه انسانه تقدر تعجبك تمشي كاع، تقدر تمشي تخطبها ولا تبي تتزوج بها، وهي في الاصل راه ماشي حقيقيه، مصنوعه غير بالذكاء الاصطناعي ومسمينها كنزة، وعندها صفحه في الانستغرام وتقريبا متبعها واحد 120000 140000 متتبع عندها في الصفحه ديالها ولا اكثر كاع واقيلا، وعندها خوها واختها وعائلتها كلهم مصنوعين بالذكاء الاصطناعي. والا شفتيها تقول انت راه انسانه حقيقيه، ولا ما تيقتلوش دخلوا الانستغرام ديروا كنزه وغادي تخرج لكم. كنشوفوا شويه زياده في الوزن، واش نسيتكم ديال النائب الرئيس هو اللي يعني على قبل وزدتي في الوزن؟ لا لا لا، غير الدواء والستريس وهذه ما لا ما كاينش. لا غنكذب على الناس نقول لهم غلطت على قبل البيرسوناج. لا هاد الممثله مسكينه حتى كتكبر هي كتخيب. واش حسمي وكولي بحلا وضربي الدنيا وركنا غالي تيقف راجل. ولا تفي وبيني لا طاي وريهاش كسوايا اللي تيقف راجل. الحاج الحاج الله يهديك، الحاج الله يهديك، علاش الشيطان سيري صلي لك شي ركيعات اللي ينفعوك في الاخيره ديالك، وخلي هذاك الشيء للحفايد ديالك. سي محمد اجي نقول لك باقي ما مشيتيش لدارنا؟ اه
راه بين جا باك اللي بغى اللي عنده الفلوس. العجاج راه غادي يضربنا غير بالخطاب جايني وكب الحرير على قلبك. ياك ولد اخويا بيض. مالك انت عليك الدين. انت راه سمعتي انت اش قال. وسهلا عندي لك الحل. اش من حل هذا؟ اجي نقول لك اخو فودني. قول لي. مزيان لا ما سرقتي معايا هاد الغراض. الله الله يرحمك. اشكون؟ فاعل خير. مرحبا. انا لا الباتل جبت لك واحد الهمزه. الا همزه العدو. هاد السيد راه شاف البنيه وعجباتو. مرحبا اسيدي الا هذاك العجاج. السيد راه ماشي العجاج. هاد السيد راه ساعدتي. لا الباتل هاني جبت لك العريس. مرحبا سيدي مرحبا مرحبا. العريس غالي انت زول عليا سلم عليا ولا يقول لي لا كارت انتهت. انا مرحبا 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 مرحبا. نيتي واش قابله السيد؟ انا ما قابله شي هاد الجواج. قابله السي العدول. لا تنحر بحالك انت ما قابلاش. انا بالمشايخ انا ونجسني لي هنا. كفو مرحبا بالشيخ مرحبا. واش بان لك على الباتل؟ انت ولا ما تشدش؟ ما ويلي على بنت الحرام، ما ويلي على بنت الحرام. تاهو تاهو والله ما تبارك الله على ولاد نتي نتي. طي لذاك مشرط الحناك علاش تيقلب؟ هو قال ليه دير خير ما يطرابس. حنا زعما بقى فينا السيده افريخت الشتا نصبت عليه ودات ليه قال لك حق دات ليه جوالق وهادي وهادي وقلنا حنا بغينا نتعاطفوا معاه وقلنا للسيده افريخت الشتا حشومه عليك دي النص وخلي النص. ما بغاش بغى يموت وبغى يبخ الدم. علاش نقول لكم الكبيدات ديالي في الفلوغ؟ نقول ليها دي النص وخلي ليه النص وما بغاش وما رضاش وما تسرطتليش ما تسرطتليش. علاش نقول بان الام ديال فريخت الشتي خليها عليه في التقار. لا انتي تجي عليها وما انتي ما فيكش الخير وهادي وكاد تقولي في الفيديو هادي قولي نيشان قولي تعطيها في لو يعطيها ديالها ومعطيها ديالها. المهم الكويدات ديالي خلاونا نتنشوا وانا وياكم بهذا الكاس دفليو ياك. وبيني وبينكم باقي المسلسل طويل رمضان هذا. ملي نساليو من التلفازه المغربيه دوزو التلفازه اليوتيوبي. يا ولدي الفلبينيه يا ولدي الشينويه باش تنقتلك انا غير بالبارد غير بالسم البارد. كنضربك انا غير بالبارد وكنشرب عليك الدكوك ديال اتاي. بيبدا عاوتاني مسلسل ما بين حريدة والشينوية عاوتاني عبد رمضان ممكن غير المسلسلات عاوتاني في اليوتيوب. انا الخوت نكونوا وصلنا لاخر الفيديو. الا كنتم الابطال بقيتوا حتى لهاد الدقيقة هادي ما تنساوش خليو لها شي لايك للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. واللي مازال ما اشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل معاها الجرس باش الا كانت شي حاجة جديدة توصلك حتى الاول. تفاعلوا الخوت مع الفيديو خليو لي التعليق الزوينة ديالكم. تهلاو فوتكم الخوت نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.